مساء الجمال، يا مساء التغطيات الحلوة ويا مساء التغطيات الجديدة. متحمسين للمنتجات الحلوة اللي بتنتظركم؟ تعالوا نبدأ تغطيتنا اليوم. قبل لا أبدأ حابة أذكركم أنه التصوير من داخل فرع المدينة المنورة، بما أنكم أخذتوا الأكواب اللي فيها ثيمات للأحسنة والصواني، تعالوا خذوا كملوا الطقم بالمطايب أو السكريات اللي وفرناها لكم. شايفين معايا التفاصيل الأنيقة والحلوة هذه؟ جدا جميلة، وبالذات إذا حطيتوا فيها المعمول أو حتى التمر لكم حرية الاستخدام. وطبعا تجيكم زجاج، راح تاخذوا القطعة ب5.75 ريال. عندكم تشكيلة جدا رهيبة وجميلة من السكريات اللي تجيكم بالحجم الكبير، لكم حرية الاختيار والاستخدام فيها. شوفوا معايا، طبعا كلها تجيكم زجاج، أكثر من شكل مختلف، حلوة للتمر وللمعمول. راح تاخذوا القطعة ب5.75 ريال. متابعين الحلوين، بخوركم الحين معاكم في كل وقت ومعاكم في كل مكان وأسهل استخدام. شايفين معايا الشكل الجديد من المباخر الذكية اللي موفرينها لكم، تجيكم ما بين القاعدة والبخور وتشغلوها من الأعلى بهذا الشكل. والأحلى من كذا موفرين بانك تجددي طقم السفرة عندك. تعالوا شوفوا تشكيلة صحون عالم الاجسام اللي موفرينها لكم بقطع جدا مختلفة وكاملة للسفرة. حلو انك تاخذيها بالالوان الحلوة هذه للفطورات. شوفوا معايا كيف القطع مختلفة، راح اعرض لكم اللي متوفر وراح تاخذ القطعة بقيمة 5.75 ريال. معايا طقم تجيكم ما بين الصحون الغويطة وما بين الصحون العادية، وحدت الغرف بحجمينها المختلفة، وايضا الزبديات للسلطات للشرب للإيداف متوفرة معاها. شايفين معايا الألوان كيف تفتح النفس والسعر زي ما متعودين عليه. تحتاج الصحون اللي تستخدم فيها الحلا والمعجنات. شوفوا معايا تشكيلات الصحون السيراميك هذه اللي تجيكم بالحجم الصغير وتناسب انك تقدم فيها الحلا والمعجنات حتى ضيافتك. شوفوا معايا التشكيلة المتوفرة ما بين الكاروهات بألوان مختلفة، ما بين اللي تجيكم برسومة الخضروات. شوفوا معايا وعندكم الشكل هذا ما بين اللون الذهبي والفضي. تشوفوا معايا التفاصيل واحكم عليها. شايفين معايا الفخامة والأناقة بهذه القطع من السيراميك اللي متوفرة عندنا، قطع جدا مختلفة، الزبديات، الصحون الغويطة، الصحون الصغيرة والكبيرة حتى تغلط. تعالوا خذوا طقم كامل، راح تاخذ القطع ب5.75 ريال. شوف القطع المتوفرة عندنا من تشكيلة الفخار. شوفوا معايا متوفرة عندنا ركوة الفخار اللي تجيكم بهذا الشكل، متأكدة ان القهوة هتطلع فيها مرة طعمة. متوفرة عندنا تشكيلة الصحون اللي تقدر تبدعوا بأنواع حلا مختلفة فيها او حتى التقديمات. متوفر عندنا قطع فخارة تقدر تستخدموها بالفطورة، تجيكم 4 قطع بالمجموعة بالحجم الوسط وبقيمة 5.75 ريال. والحل الأمثل جبنا لكم لفصل صفار البيض عن البياض. شايفين معايا هذه الآلة اللي بتفصل لكم الصفار عن البياض، جدا جميلة وتجيكم من قطعتين. شوفوا معايا كيف راح تاخذوها كاملة ب5.75 ريال. شايفين معايا هذا المنتج اللي تجيكم مجموعة من قطعتين، حلوة بتساعدكم على تقطيع البطاطس أو حتى الخضروات، قطعتين مختلفة داخل المجموعة ومتوفر عدة ألوان وقيمة واحدة. سهولة تقطيع الخضروات أو البيض، شوفوا معايا هذا المنتج اللي وفرنا لكم اللي يجيكم بهذا الشكل، جدا جميل وسهل الاستخدام ومتوفر عدة ألوان وقيمة واحدة.
المنتجات الحلوة اللي بتساعدكم على هرس الثوم موفري لكم. المنتج هذا متوفر منه عدة ألوان وسهل الاستخدام وجدا جميل ورهيب، أنصحكم فيه بقيمة 5 ريال و75 هللة للقطعة. منتجاتنا لها أول بس ما لها آخر، شوفوا معاي الجمال، شوفوا معاي الإبداع. رجعنا وفرنا لكم من جديد آلة خفق القهوة اللي بتعمل لكم رغوة قطعتين بقيمة 5 ريال و75 هللة. متوفر عندنا أيضا الحجم الكبير اللي يجيكم قطعة واحدة، ومتوفر منه عدة ألوان. محبين الروقان، محبين القهوة، تعالوا خذوها ولا أحلى من كذا. معايا هنا التشكيلة اللي وفرتها لكم شركة عالم الوسام، من الملاعق أو الشوك أو السكاكين وحتى الطقم الكامل المختلف، ما بين أحجام مختلفة وألوان تاخذ العقل. عندكم الأبيض والأسود والروز والذهبي والفضي، عندكم مجموعات مختلفة ما بين 4 قطع و6 قطع وقيمة واحدة. من قسم الملاعق شوفوا معي التصاميم الحلوة هذه من الشوك والملاعق والحجم الصغير، تقدر تستخدميها للقهوة والحلا، وهنا كمان تقدر تستخدميها للحلا، تجيكم بالحجم الصغير. متوفر عندنا أيضا تشكيلة ثانية تقدر تاخذوها طقم كامل ما بين الشوك الكبيرة والسكاكين، وحلو للفطورة، أشكال مرة حلوة راح أعرض لكم بعض منها. راح تاخذ كل مغلف 3 قطع وقيمة 5 ريال و75 هللة. معايا تشكيلة ملاعق التحريك الحجم الصغير، شوفوا معايا كيف الفخامة، تجيكم بأشكال جدا مختلفة ما بين الوردة ما بين الشكل هذا وشكل الصدفة ما بين الأشكال السادة اللي تجيكم بهذه الأشكال، مرة حلوة. عندكم تشكيلة واسعة راح تاخذ كل مغلف 4 قطع، تحتاج أكواب تحطوا فيها مشروباتكم بالدوامات وتروجوا عليها. شوفوا معايا تشكيلة المقاس بأشكال وألوان جدا مختلفة موفرين لكم، حافظوا للحرارة. راح تاخذ القطعة بالسعر المتعودين عليه. عم نوفر لكم القطع اللي تستاهل عليكم واللي توفر لكم وقت. شايفين معاي قطعة الخضروات اللي تجيكم بشفرتين وتجيكم بألوان مختلفة، مرة حلوة للتقطيع، راح تاخذوها بقيمة 5 ريال و75 هللة. معايا بشارة الخضروات وموفرينها لكم بالشكل المعتاد اللي يجيكم ب4 أوجه، وموفرينها لكم اللي تجيكم بهذا الشكل الدائري والمستطيل مع الحوض حقها. شوفوا معايا عندكم الحجم الكبير وعندكم أيضا الشكل هذا، راح تاخذ أي قطعة تناسبكم بقيمة 5 ريال و75 هللة. أجمل الحافظات اللي ممكن تستخدموها لحفظ الخضار أو الفواكه أو حتى السمك والدجاج، شوفوا معايا كيف تجيكم ما بين العلبة البلاستيكية مع قطعة المجفف هذا أو قطعة التكسير، شوفوا معايا كيف تجيكم مرة رهيبة. واليوم موفرينها لكم بالحجم المستطيل الصغير وما بين الحجم الكبير، راح تاخذوا أي قطعة بقيمة 5 ريال و75 هللة، الكمية محدودة والحقوا. الحافظات البلاستيكية محكمة الإغلاق موفرينها لكم بحجمين، حابين إنكم تاخذوا طقم كامل، حابين إنكم تاخذوا الحجم اللي بيناسبكم، شوفوا معايا الحجم الكبير وعندكم الحجم الصغير، حلوة إنكم تحفظوا فيها الحبوب، تقدروا كمان تحفظوا فيها السكر. معايا هذا الشكل من الصفاية والوعاء اللي موفرينه لكم، حلو الغسل الخضار والفواكه وموفرينه بعدة ألوان.
راح تاخذوها كاملة ب5.75 ريال. متابعين الحلوين، بخوركم الحين معاكم في كل وقت ومعاكم في كل مكان وأسهل استخدام. شايفين معي الشكل الجديد من المباخر الذكية اللي موفرينها لكم، تجيكم ما بين القاعدة والبخور وتشغلوها من الأعلى بهذا الشكل. والأحلى من كذا موفرين لكم بثلاث لوائح، شوفوا معي كيف جدا جميلة. ودائما بنختار لكم أجمل الروائح اللي بتحبوها، وحريصين دائما على أن الروائح اللي بتروقكم بنوفرها لكم. شكل جديد من المباخر الذكية موفرين لكم بثلاث روائح، أيضا يجيكم بهذا الشكل. شوفوا معايا، تقدروا تاخذوه معاكم بأي وقت وبأي مكان تبغوه، وبقيمة ولا أحلى. شكل مغسلة الصحون مرتب وجميل باستخدام منظم شركة عالم الوسام، موفرين لكم حق الإسفنج اللي يجيكم بهذا الشكل مع الإسفنج، راح تاخذوه بقيمة واحدة. قطع التنظيف اللي بتحتاجوها لمغسلة الصحون تقدر تحطوها بالمنظم الجميل هذا وحتى المناشف. راح أعرض لكم فيديو توضيحي له، جدا جميل ومتوفر ألوان مختلفة وبقيمة واحدة. المنظمات الحلوة أيضا المنظم هذا اللي تقدر تحطه جنب الغاز إذا بتستخدمه الملاعق الطبخ، راح أعرض لكم فيديو توضيحي وكمان نفس السعر. هنا شوفوا القسم البلاستيك، ايش توفر عندنا جديد من سلة المهملات او الباسكت. شوفوا معايا، اول نوع يجيكم بهذا الحجم الوسط ويجيكم بعدة الوان، وطبعا البلاستيكي وقيمة واحدة. وعندكم هذا النوع اللي تقدر تحطوه في المطبخ، تقدر تحطوه في الورق، في الممرات، وعدة الوان متوفرة. اللون اللي بيناسبكم قيمة 5.75 ريال. الشكل هذا حلو في غرف الأطفال، متوفر منه اللون الأخضر الفسفوري واللون السماوي. معايا عندكم أشكال سلة غسيل الملابس، متوفر عندنا الشكل هذا، وعندكم الشكل الثاني، وعندكم الشكل الثالث. خيارات جدا واسعة متعددة بين يديكم والسعر ثابت. خلونا نشوف مع بعض من قسم الحلويات المنتجات اللذيذة اللي وفرناها لكم. شايفين معايا هذا النوع من الشوكليت الغني عن التعريف، وفرناه لكم بالحجم الصغير، والحلو انكم حتاخذوا قطعتين وبقيمة 5.75 ريال. الشوكليت الخام بثلاث انواع موفرينه لكم، عندكم الشوكليت الابيض، وعندكم الداكن، وعندكم اللي بالحليب. رح تاخذوا القالب كامل ب5.75 ريال. من قسم الأدوات المدرسية بنساعدك بأجمل المنتجات اللي بتساعدك على تعليم طفلك. شوفوا معايا إيش وفرنا لكم. وفرنا لكم الحروف العربية والحروف الإنجليزية اللي تجيكم بهذه الدفاتر التعليمية، من جوا تجيكم حروف، والأحلى من كذا أنها تجيكم مجموعة كاملة كمان ما بين الأرقام والأحرف، وتجيكم مزودة بقلم مساحة وبراية. متخيلين أنكم حتاخذوا المجموعة كاملة بالقطعتين هذه مع الأدوات ب5.75 ريال.
ومن المنتجات الحلوة المسلية للأطفال سواء حابة تفرحيهم أو بعد المنصة، وفرنا لكم دفاتر التلوين هذه. شوفوا معايا بشخصيات الكرتونية المفضلة لأطفالكم ما بين الولادية والبناتية، والحلو فيها أنها تجيكم مزودة بهذه اللواسق. تشكيلة جدا واسعة بشخصيات كرتونية متنوعة، حتاخذوا داخل المغلف قطعتين وبقيمة واحدة. ومن الدفاتر التعليمية المفيدة لأطفالك موفرين لكم هذه التشكيلة اللي تجيكم مزودة بأقلام مرة حلوة، بالذات أنكم تقدروا تمسحوها. شوفوا معايا متوفر عندنا بالحروف الإنجليزية والحروف العربية، راح تاخذوا القطعة ب5 ريال و75 هللة. وصغارك يستاهل الدلع، ويستاهلوا انك تكافئيهم بالقطع اللي بتسليهم وبتفيدهم. شايفين معايا المجموعة الرهيبة هذه اللي تجيكم ما بين اللوحة وفرشة التلوين والألوان، تعالوا خذيها لأطفالك. طبعا تجيكم تشكيلة جدا متنوعة وأشكال مختلفة، حتاخذوا كل مجموعة ب5 ريال و75 هللة. والمبدعين والفنانين من البنوتات والأولاد، شوفوا معايا المجموعة اللي وفرناها لكم حقت التلوين، ما بين اللي تجيكم بالفرش وما بين الأدوات الثانية، راح تاخذوها كاملة وبقيمة 5 ريال و75 هللة. والأنواع اللي بتفضلوها من كراسات الرسم وفرناها لكم من جديد، تعالوا الرسامين والرسامات المبدعين وخذوها. عندكم الحجم الصغير وعندكم الحجم الكبير، راح تاخذوا أي قطعة ب5 ريال و75 هللة. شايفين معايا هذا الكتيب اللي وفرنا لكم أو الدفتر لكتابة التلخيصات، تقدروا كمان تكتبوا فيه الملاحظات، راح يجيكم بهذا الشكل بالحجم الكبير بقيمة 5 ريال و75 هللة. تشكيلة واسعة من المعقمات موفرينها لكم ما بين العبوات الكبيرة والصغيرة. عندكم أول الأنواع اللي تقدر تشيلوها معاكم في الشنطة وتقدر تكون معاكم بأي وقت، وفرنا لكم ديتول بالحجم الصغير، حتاخذوا الحبة ب5 ريال و75 هللة. الآخر من المعقمات اللي تجيكم بخاخ، شوفوا معايا كيف العبوة، وحتاخذوها بنفس القيمة.